أو فعلا إذا حصلت المناطفة والرفق بالمدعو بالرفق بالمدعو يكون لها أثر عظيم جدا في باب الدعوة. أذكر موقفا حضرني الآن. مرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة، أحد المصلين كان إلى جواري، وفي التشهد الأخير استمر ساجدا إلى منتصف التشهد، يعني ترك المتابعة إلى منتصف التشهد تماما وهو ساجد في دعاء ومناجاة. فلما فرغ من الصلاة سلمت عليه وقلت له: يا أخي الكريم، لاحظت أنك أطلت السجود. فشد يده يعني مثل المنفعل، وكان يقول: يعني ماذا في هذا الأمر، هذا الدعاء وكذا. قلت له: أنا حبيت أقول لك أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك كل ما دعوت. حبيت أقول لك أسأل الله أن يتقبل منك كل ما دعوت. قال: آمين، وكان منتفخ وهدأ تماما، فعلا كان شاد فهدأ. قلت: أسأل الله أن يتقبل منك كل ما دعوت. قلت له: العلماء يقولون أن إطالة السجود مستحب ومتابعة الإمام واجب، ولا يقدم المستحب على الواجب. قال: يا الله يجزاك خير، هذه فائدة عظيمة. يقول: فمثل هذه الأمور والمواقف المحرجة، يعني إذا ما حصل ملاطفة وملاينة ما يتحقق المقصود. يعني بعض الناس فقط يريد أن يوصل الفائدة بأي طريقة كانت، قبل أو ما قبل، كأنه فقط يريد أن يقيم حجة على، بينما الأمر فعلا يحتاج إلى ملاطفة حتى تصل الفائدة إلى قلب الإنسان دون إزعاج له، دون أن تزعجه في عبادته أو في عمله أو في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بل تلاطفه مثل ما يلاطف الطبيب المريض في رفقه معه وإقناعه باستعمال الدواء أو الحقنة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها.